خوتي اخواتي تجي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة هذه. المهم كان هناك واحد غياب طويل، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نبداو عاوتاني حلقات اخرى جديدة ان شاء الله للاستفادة دائما في مجال الربح الانترنت. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقة هذه اللي بغيت يعني بعض الاخوان وخصوصا الاشخاص المقيمين في المغرب اللي بغاو يستقبلوا الاموال ديالهم عن طريق الباي بال، كيسولوا على شنو هو البنك اللي ممكن انه يربط معاه الحساب ديال الباي بال ديالو باش انه يتوصل بالاموال. غادي نعطيكم ان شاء الله بنك يعني بعض البنك اللي عنده بعض الامتيازات الخاصة، هناك عيوب ومميزات ما شاء الله. في هذه الحلقة هذه غادي نهضروا على السياش بنك. اللي بغى يفتح مثلا كونت في السياش بنك من الاحسن انه يخدم في السياش بنك، لان يعني ابناك اخرى كتطلب يعني بعض المميزات الاخرى. مثلا اذا بغيت تفتح الكونت مثلا في التجاري، كيطلب باش يكون عندك تجاري باي بال، خصك تكون عندك سوسيتي، يكون عندك لوجيستر كوميرس، بزاف د الحوايج. بالنسبه للشركه العامه، الى فتحتي كونت في الشركه العامه يعني السيبورت عندهم ضعيف بزاف. الا كانت عندك شي مشاكل في البطاقه، كتكون ما كاينش اللي غيجاوبك ولا غادي يهضر معاك، حتى الموظفين ما تي يعني ما عندهمش شي نوع ديال العمل اللي ممتاز في هذه الخدمات هادو. بالنسبه للسياش، غادي نهضر على السياش. والسياش هي اللي فتحت محليا الحساب ديالي فيها، لان كانت عندي تجربه مع السوسيتي جينيرال، تجربه سابقه فاشله جدا. المهم انا اضطريت باش نغلق الحساب ديالي على سوسيتي جينيرال، كذلك الفلوس كتوصل يعني بوقت متاخر جدا، يعني في ظرف 15 يوم عاد ممكن انك تحصل بالاموال ديالك اللي سحبتيها يعني من الباي بال، ولكن ان شاء الله غادي تختلف الطرق مع السياش. بالنسبه للاخوان اللي عندهم يعني تحت من اقل من 30 سنه، ف يعني السياش بنك كتحطهم يعني بعض المميزات الرائعه جدا اللي ممكن يستافدوا منها، من حيث انه ممكن انهم يفتحوا حساب مجاني ما كيدفعوا حتى شي حاجه للاشخاص فقط اللي تحت من 30 سنه. لذلك كنصحكم اذا كان العمر ديالك من تحت من 30 سنه، انك تستغل الفرصه تمشي تفتح الحساب ديالك في السياش بنك. بالنسبه للاخوه اللي كيخدموا اونلاين، اللي كيخدموا في التسويق الالكتروني وبغاو انهم يستافدوا من البطاقات اللي كتعطي السياش باش يسحبوا الاموال ديالهم من الباي بال، فغادي نعطيهم ان شاء الله الطرق اللي ممكن يتحصلوا بها على البطاقات باش ممكن انهم يسحبوا الاموال ديالهم. المهم الاخوه المتواجدين في المغاربه، يعني كنهضر فقط على المغرب، غادي نتوجهوا للموقع ديال السياج اونلاين. غادي نفتحوا يعني السياج اونلاين، غادي ندخلوا غادي نديروا ريجستر، غادي نسجلوا بالايميل ديالنا اللي كنستعملوه في العمل الخاص ديالنا، وغادي ندخلوا بطبيعه الحال المعلومات ديالنا. المعلومات راكم عارفين المعلومات شنو كتشمل، كتشمل الاسم الاول، الثاني، عنوان السكن، ارقام الهاتف يعني، ونوع الحساب هل هو يعني تجاري ام حساب شخصي، يعني فهي معلومات بسيطة جدا. ومن بعد غادي نقوموا بتحميل وثيقة يعني وثيقة الهوية ديالنا، يعني بطاقة التعريف الخاصة بنا، غادي نكونوا مصورينها يعني بجهاز الهاتف الخاص بنا، ولا غادي ناخذوا لها الصورة بحيث ما تكونش معدلة يعني بأي برنامج ولا أي حاجة، يعني تكون صورة يعني صورة تاخذها بالتليفون ديالك ولا تاخذها يعني بسكان. ومن بعد غادي دير لها تحميل على الموقع ديال السياش اونلاين باش تكمل الخطوات ديال انشاء الحساب الخاص بك. من بعد غادي توصل برساله بطبيعه الحال على الايميل ديالك، غادي تقوم بدخول الايميل ديالك. وقبل ما غادي يعني توجه الايميل ديالك، غادي تختار في الماب اللي كيعطيوك في الموقع ديالهم في الخريطه، غادي تختار شنو هي الوكاله اللي قريبه عليك باش ممكن انك تمشي لعندهم باش تكمل المعلومات ديالك، فاش غادي يعيطوا بالاتصال الهاتفي. المهم ملي غادي تختار المنطقه اللي كتواجد فيها ولا البنك اللي قريب ليك، يعني حسب الماب اللي كيبان في جوجل ماب، غادي تكمل المعلومات، غادي دير تحميل كما قلت لكم البطاقه التعريف ديالكم، وغادي نضغطوا على ساين اب باش نتسجلوا. من بعد غادي نتوصلوا برساله على الايميل ديالنا، نتوصلوا مع رابط للتاكيد لتسجيل الحساب ديالنا، وكنكملوا يعني كنضغطوا على داك الرابط باش نكونفيرميو التسجيل ديالنا، وكنتسناو كيقول لنا انه من بعد نهار ولا يومين غادي يتصلوا بنا بالهاتف. كنختاروا بطبيعه الحال التوقيت اللي ممكن ان البنك يتصل بنا فيه، باش ملي غادي يتصل بنا البنك غادي تلقانا اننا يعني موجودين باش نعرفوا شنو هي الوقيته اللي ممكن غادي نتوجهوا من عندهم للبنك السياش. المهم انا حاليا دابا انا مشيت للبنك السياش، قمت يعني بوضع كل المعلومات الخاصه بي في السياج اونلاين، يعني الموقع الخاص بالسياج، وتوصل يعني حاليا عيطوا لي في الهاتف اليوم يوم الاثنين، يعني مشيت عندهم باش نكمل الخطوات ديالي. مشيت يعني ما غادي تحتاجوا الفلوس ولا غادي تديو معكم فلوس ولا شي حاجه، غادي تحتاجوا فقط انكم تديو معكم بطاقه الهويه الخاصه بكم، يعني بطاقه التعريف الخاصه بكم، و غادي تمشيو للوكاله اللي اختاريتو يعني باش تفتحوا الحساب ديالكم فيها. الا في حالة ما عرفتوش يعني شنو هي الوكاله اللي اختاريت
تفتحوا الحساب ديالكم فيها، فاي وكاله ديال يعني اي بنك ديال السياج ممكن تدخلوا ليه، تعطيهم فقط بطاقه التعريف الخاصه بكم، وغادي يقول لكم شنو هي الوكاله اللي ممكن تمشيوا ليها باش تكملوا المعلومات ديالكم حسب على حسب التسجيل ديالكم اللي تسجلتوا اونلاين. ملي غادي تمشيو بطبيعه الحال البنك اللي تسجلتوا فيه غادي تدخلوا تعطيهم فقط بطاقه التعريف الخاصه بكم، غادي يعني تبدا تعمر لكم الشخص المكلف يعني المسير في البنك في الماكينه، غادي يبدا ياخذ المعلومات ديالكم. غادي تقولوا لهم من طبيعه الحال اننا بغيت الكود 30، هما غادي يعطيوك يعني الكود 30 ماستر كارد باش ممكن انك تجبد الاموال ديالكم من الصراف الالي، وبالتالي انتم غادي تطلبوا يعني خاصكم تطلبوا منه الاي شوبين الخاصه بالسياج بنك يعني اللي ممكن انكم تقوموا بالشراء عن طريقها من الانترنت، وكذلك تسحبوا بها الاموال ديالكم من الباي بال. اذا من بعد غادي تطلبوا لهم يعني غادي تكون عندكم البطاقه ديال الماستر كارد والاي شوبين اللي هي فيزا كارد، يعني الفيزا كارد ديال الاي شوبين هي اللي غادي نسحبوا بها الاموال ديالنا من الباي بال، وغادي نفعلوا بها حساب الباي بال الخاص بنا. حنا في الخطوات الجايه ان شاء الله يعني دابا حاليا فاش مشيت للبنك كما كتشوفوا هما عندي هنايا، غادي نوريكم فقط يعني الاسم الخاص الوثائق اللي استلمت يعني من البنك. اذا كيما كتشوفوا هما عندي هنا الوثائق ديال السي اش بونك، هادو هما اللي مشيت خديت. يعني من بعد من هنا مده ديال اسبوع غادي نستلم البطاقات الخاصه ديال السي اش بونك باش ان شاء الله نفعل الباي بال، حيت ديجا كنت مفعل الباي بال بطاقه ديال الشركه العامه، ديجا فعلته بطاقه ديال النيتلر، يعني الباي بال ديالي كنت كناخذ به من شحال هذه. المهم ما علينا، غير باش عرفوا نتوما الخطوات، راه الخطوات راه هي سهله في التسجيل الا بغيتوا توجهوا الموقع ديال سياج اونلي اللي غادي تلقاو الرابط ديالو في الديسكريبشن اسفل هذا الفيديو هذا. وان شاء الله فاش غادي نتوصل بالبطاقه ديالي ان شاء الله يعني من بعد خلال اسبوع، راه ان شاء الله غادي ندخلوا باش غنوريكم كيفاش ممكن انكم تفعلوا الحساب الباي بال الخاص بكم، وكيفاش ممكن انكم تستقبلوا الاموال من الباي بال الخاص بكم الاي شوبين ديالكم، ومباشره من الاي شوبين كتولي عندكم الاموال ديالكم في الكود 30 اللي هي الماستر كارد اللي ممكن تسحبوا بها من الصراف الالي. الخطوات فهي سهله جدا. اذا هذا هو البنك اللي ممكن انكم تخدموا به حاليا، فمده توصيل الاموال الخاص به فهو يفوت 5 ديال الايام، يعني في مده 5 ايام كتلقى الحساب الاموال اللي سحبتي من الباي بال ديالك كتلقاهم في البنك ديال السياج. هذا باختلاف يعني بعض الابناك الاخرى مثلا سوسيتي جينيرال 15 يوم عاد ممكن توصلك الفلوس، لكن في السياج ف5 ايام غادي توصل بالاموال في الباي بال ديالك مباشره. اذا باش نعرفوا كيفاش غادي نحولوا ما بين البطاقات اللي غادي تكون عندنا بطاقه ديال اي شوبين والكود 30 اللي كنخدموا بهم ان شاء الله في فيديو الاخر اللي غادي يكون ان شاء الله، غادي نحول واحد المبلغ مالي وغادي نوريكم كيفاش تفعلوا الباي بال ان شاء الله، وغادي نشوفوا الخطوات اللي غادي يكونوا ان شاء الله مزيانين. ما تنساوش يعني تنضموا للقناه ديالنا وذلك بالضغط على زر سبسكرايب او اشتراك حسب اللغه اللي تستعملون، وكذلك الضغط على زر لايك اللي عجبكم هذا الفيديو هذا. وان شاء الله مازال غادي نهضروا يعني في طرق اخرى ان شاء الله للربح بالنسبه للاخوه اللي كيهتموا بهذا المجال هذا، فهو مجال مربح. يعني حتى انا صراحه كنت يعني من الاشخاص اللي ما كانوش مقتنعين بهذا المجال هذا، ولكن خدمت فيه من خلال التجارب اللي كنمر بها يوميا، يعني خديت واحد الفكره عن كيفيه طريقه العمل وبديت كنخدم ان شاء الله، وبديت كنحقق يعني مبالغ جيده جدا. غادي نشارك معكم ان شاء الله الارباح ديالي. ممكن انك تخدم فقط من المنزل ديالك بلا ما يعني تخسخ ولا تمشي تضرب تماره مثلا 3000 درهم ولا 4000 درهم مثلا في الشهر وتسمع لها بزاف ديال الهضره وكذا، ممكن انك تخدم. غادي نوريكم ان شاء الله السيستم ديال الخدمه اللي كنخدموا، كاين بزاف ديال الاشياء اللي ممكن اننا نخدموا عليهم، ما غاديش نفرطوا في الخدمه ديالنا، ولكن غادي نحطوا هذه الاشياء وغادي نبداو نخصصوا لها واحد الساعتين في اليوم، وغادي نبداو ان شاء الله تنخدموا عليها. ومن بعد ان شاء الله راه انفو غادي نوصلوا ان شاء الله واحد يعني واحد راس مال اللي جيد ان شاء الله، نقدروا نستغناو على العمل ديالنا ونخليو هذا العمل هذا اللي كنخدموا عليه يعني عبر الانترنت كمجال او مصدر الدخل اللي هو قرار اللي ممكن نخدموا به. وحيث ان هذا المجال هذا ممكن انك توسع فيه بشكل كبير، بخلاف انك اذا كنت خدام مثلا موظف او يعني كتخدم يعني اجير يعني مع شي شركه او اي شيء من هذا القبيل، فانت كتبقى محدود، لذلك ما يمكنش لك انك تزيد تطلع. ولكن بالنسبه لمجال الانترنت فهو مجال يعني ممكن انك توسع وممكن انك تكبر الاعمال ديالك والخدمات ديالك وتربح فيه ان شاء الله اموال كبيره. وغادي نهضروا ان شاء الله على التسويق، وغادي نهضروا على بزاف د الحوايج، على غادي نهضروا على المواقع، غادي نهضروا على بزاف العديد الاشياء الاخرى، الاعلانات، غادي نهضروا على مجال السي بي اي، غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج. فقط ما عليكم الا تشاركوا في القناه ديالنا وتضغطوا على
زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله، وراه ان شاء الله جاي الخير ان شاء الله من هنا لقدام. فقط تابعونا، واللي ما عرفش شي حاجه ممكن انه يحط التعليق ديالو، وان شاء الله غادي تكون الاجابه للاخوان كاملين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.